السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو بدنا نحل مشاكل الواي فاي في هاتفنا، يعني نحن هاتفنا ما عم يتصل بالواي فاي أو عم يعطي أخطاء في تسجيل الدخول إلى الواي فاي أو الروتر اللي عنا، أو يعني أي مشكلة متعلقة بالواي فاي في جميع هواتف الأندرويد راح نحلها، ما نو فقط السامسونج بل جميع الهواتف، ريدمي، جالاكسي، هواوي، كل الهواتف راح تنطبق عليها الطريقة والحل. الخطوة بسيطة جدا، لا تعرفوا شلون الحل فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما قلنا رح نحل مشاكل الواي فاي في هواتف الاندرويد، طبعا بدون الحاجة الى هاردوير. 90% من مشاكل الواي فاي هي من اعدادات الهاتف بتحصل، وليس من عطل في الهاتف، وما في داعي نروح لمركز الصيانة. طبعا رح نحل هلأ المشكلة، ولكن قبل ما نحل المشكلة بتمنى منكم دعم لقناتي هي لتوصل للمليون مشترك. نعم، انا هدفي هلا هو الوصول بهي القناة للمليون مشترك، لهيك اخي بتمنى منك انك تكون انت من بين الاشخاص يلي ساعدوني للوصول الى المليون مشترك والى المليونين مشترك لاحقا ان شاء الله. بتمنى ايضا منكم تفعيل زر الجرس يلي موجود اسفل هذا الفيديو. طبعا مشاكل الواي فاي نحن لحتى نحلها، طبعا اول شيء السبب بيعود الى انه الهاتف ما عم يحدد اي بي من الروتر، ها هو سبب المشكله، عم يعطي اي بي خطا. فنحن عندنا حلين، الحل الاول بتجه الى الشبكه المتصلين فيها، هي الشبكات اللي عندي، الشبكه اللي متصلين فيها انا راح اكبس عليها كبسه طويله. طبعا لازم فوت على تفاصيل الشبكه، بكبس عليها كبسه طويله للشبكه. طبعا لما بكبس كبسه طويله، لما بكبس اشاره الضبط اللي بجانبها، طبعا بجانب الشبكه اللي متصلين فيها، ولازم احط لها نسيان لحتى انا احذف الشبكه. انا حطيت لها نسيان للشبكه وبدي ارجع سجل دخول عليها من اول وجديد واكتب كلمة السر. هذا الحل الاول للشبكة. بدل عندي الحل الثاني او الخطوة الثانية، اللي هي انا لازم اتوجه الى الضبط في هاتفي، راح انزل الى الادارة العامة للهاتف، الادارة العامة، طبعا راح احط يعني ارجاع الضبط او اعادة الضبط. لازم ادور في الهاتف اعادة الضبط، اذا ما لقيت هذا الخيار بستخدم انا البحث في القائمة مثل ما شايفين، بكتب اعادة الضبط. طبعا ما راح اعمل اعادة ضبط للهاتف ابدا، لا، في شيء اسمه اعادة ضبط الشبكة، انا راح اكبسه وراح اكبس على اعادة الضبط. هون حيطلبوا مني كلمة سر الهاتف، بمجرد ما كبست كلمة سر الهاتف راح يرجع اعدادات الشبكة مثل ما كانت، وراح نتصل بشبكة الواي فاي وراح نلاقي انه المشكلة تم حلها بدون ما نلجأ الى محل تصليح. بتمنى انه يكون افادكم هذا الفيديو.